اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وفقرتنا الحواريه الاخيره في الاهلي في كل مكان. فقرتنا الحواريه الاخيره فقره مميزه جدا واحد من اساتذه النقد الرياضي في الرياضه المصريه واحد على المستوى الشخصي من اساتذتي الكبار اللي دايما بتعلم منهم. دايما أراءه واضحه جدا ودايما ليه طريقه في الكلام ودايما هداف ولكن بلغه الصحافه استاذي وضيفي الكبير استاذ عصام شلتوت مشرفني منور من سلامتك يا ايهاب الف سلامة حبيبي مشق المهنة طبعا انا انت عارف الكيمياء زي ما بنقول في الشغلانة او في الصنعة يعني في كيمياء كده خاصة جدا انت يعني ما شاء الله واحد من ابرع يعني منهم في جيلك اللي انا قلت لك من زمان انت والمجموعة تلمزتك يا ما شاء الله هذه الحالة النقدية يعني انصح التعبير ومتاعب المهنه بقى جلده الاربيز راحت <applause> في الاذن الوسطى الف سلام عليك يا الفصل طول كان في حاجه كده بسيطة, بسيطه وعدت الحمد بسيطه الحم ان شاء الله نبدا منين نبدا واحنا بنقول سلامتك يا بيبو يعني لبيبو الكبير بقى لمحبوب الخطيب محبوب الناس كلها و... <applause> والان الناس حاسه ان الاهلي سعيد اكتر ما يكون بعودته سالما غانما محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واحد من اهم الرموز لانه تدرج واستكمل التجربه مش الحقيقيه التجربه في الاهلي الحديث اللي عشناها جيله وجيل حضرتك اللي هي فكره التدرج مايسترو صالح سليم رحمه الله كابتن حسن حمدي طبعا. ربنا يديله الصحه <applause> وفكره التدرج من اداره الكره الى عضو الى امين صندوق اللي هو بوستات ورا بعضيها الى رئاسه النادي واستكمال رحله لابد ان تكون خاصه جدا بالنادي الاهلي، النادي الاهلي المملكه الحمراء، النادي الاهلي صاحب كل الحقوق الحصريه بالتحقيق وبالتدقيق فيما هو حداثه للرياضه مش بس كره القدم المصريه، وبالتالي هذه هي السعاده الاهلاويه الغامره بعوده محمود الخطيب بكلام البسطاء سالم غانم. الف سلام على الكابتن محمود الخطيب اللي طبعا بنتمنى له استكمال الشفاء العاجل بعد نجاح عمليته الجراحية واكيد نور الدنيا كلها